طيب زي ما عودناكم دايما لازم نطمن على الحالة المرورية ونشوف أخبار الحالة المرورية إيه داخل وخارج العاصمة، وهيكلمنا عن الموضوع ده طبعا الأستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. أستاذ محمد أهلا بيك وصباح الخير. اهلا صباح الخير يا استاذه اسراء، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين معنا. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، طمني على الحاله المروريه داخل وخارج العاصمه. يمكن طبعا في البدايه زي ما حضرتك تفضلتي واشرتي ونويتي عن الحركه المروريه الان، يمكن احنا برضو حابين نطمن الساده المشاهدين ان الحركه المروريه النهارده بصفه عامه منذ ان بدات فتره الذروه الصباحيه معنا بتتجاوز من 60 ل 65%، وبالتالي في هدوء مروري نسبي على كافه المحاور. اهم ما صدر معانا النهارده من خلال فتره الذروه الصباحيه معنا بعض الاحجام من كافه محافظات الوجه البحري وتحديدا محافظه الاسكندريه، ظهرت عندنا بعض الاحجام اعلى طريق ابو قير في منطقه سيدي جابر. باقي محافظات الوجه البحري جماعه النهارده الحركه المريه مرضيه تماما. بالنسبه للطرق السريعه والطرق الساحليه يمكن ما زالت حتى الان الحركه المريه فيها بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، وكذلك ايضا محافظات الوجه الابلي والطرق المؤديه اليها. هنتجه مع حضراتكم وراي الساده المشاهدين عن الحركه المريه الان، ونستعرضها اعلى الطرق الدائريه بتقابلنا بعض الاحجام اعلى الدائري وتعتبر متفرقه واقل من معدلاتها اليوم. اعلى الدائري القادم من مناطق الزراعه المتجه الى نفق السلام عند منطقه بهتيم ومناطق المسترد، بعض الاحجام ايضا اعلى المنيب اللي جاي من المنيب دلوقتي ومتجه لمنزل الاستراد ورايح مناطق التجمع، بتقابلنا الاحجام اعلى منطقه البساتين تحديدا. خلينا بقى النهارده نتجنب محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من اكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان. بعض الاحجام اعلى منطقه ناهيه، بيفضل سلوك محور رود الفرج بيكون افضل حالا في هذا التوقيت. اما بالنسبه للحركه المريه النهارده بصفه عامه داخل محافظه الجيزه والمحافظات الحدوديه الرابطه بين محافظه الجيزه والمحافظات المجاوره، جميع المحاور الداخليه بها النهارده بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، وسط انتشار الخدمات المريه من قبل الاداره العامه لمرور الجيزه باشراف السيد اللواء محمود عبد الرازق مدير الاداره العامه لمرور الجيزه، اللي وجه بنشر الخدمات المريه خلال فترات الذروه الصباحيه وخلال فترات هذه الفترات تحديدا لاستيعاب اكبر حركه سيارات قادمه من المحافظات المجاوره. بالنسبه لمحافظه القاهره الاحجام عندنا النهارده بتبتدي اعلى مناطق كوبري الحدايق اللي جاي من سكه الويلي دلوقتي والزاويه ورايح على الفنجري، بيفضل سلوك المسطح الارضي شارع مصر والسودان. هنبعد عن كوبري اكتوبر في الاتجاه اللي خارج دلوقتي من امتداد رمسيس وجاي من محور النصر والمنصه ومتجه لمطلع كوبري اكتوبر، بتقابلنا بعض الاحجام فيه، بيفضل ناخد المسطح الارضي النهارده شارع لطفي السيد ونطلع كوبري اكتوبر من غمره، او نستخدم النهارده كوبري الجلاء، كوبري الجامعه، كوبري عباس، كوبري 15 مايو، كوبري الساحل. اما بالنسبه للكورنيش بتقابلنا بعض الاحجام عند منطقه معهد ناصر اللي جاي من المظلات دلوقتي ورايح مناطق الساحل، بيفضل سلوك شارع شبرا النهارده افضل حالا. باقي المحاور الداخليه النهارده في محافظه القاهره يمكن ما زالت حتى الان بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي وسط انتشار الخدمات المروريه من قبل الاداره العامه لمرور القاهره. انا عارفه ان حضرتك موجود النهارده في مجمع تراخيص عين السيره، فعايز اعرف منك ايه اخر التطورات او التطوير، اعمال التطوير اللي موجوده في هذا المجمع وتحديدا طبعا للخدمات الجماهيريه. يمكن خلينا من ضمن الخدمات الجماهيريه اللي بتقدمها وزاره الداخليه، احنا النهارده هنتكلم على مجمع تراخيص مرور عين السيره باشراف السيد المقدم محمد شعلان. بنتعرف اولا على سير عمليه الاجراءات التراخيص والتجديد واستخراج رخص القياده. بتبدا اولا بعمليه الانتظار الرقمي والانتظام الرقمي الالي، الانتظار الرقمي الالي المطور للتسيير على الساده المواطنين. بتصبح استخراج التراخيص في عده دقائق معدوده، وان هذه الوحده ايضا بتخدم قاطني مناطق السيده زينب والمنيل ومصر القديمه ومناطق المقطم. داخل الوحده ايضا في مقر للنيابه لاستخراج شهادات المخالفات، وتم تطوير هذا المجمع ليصبح 13 شباك لخدمه الجماهير بناء على زوجات السيد محمود توفيق وزير الداخليه لتحقيق اعلى معدلات اداء للخدمه الجماهيريه، وفي اطار تعليمات السيد اللواء اشرف الجندي مساعد اول وزير لقطاع امن القاهره للتاكد على حسن معامله المواطنين والتسيير على
السادة المواطنين، بدأت الوحدة بتخصيص شباك أيضا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بيشرف عليها السيد المقدم محمد شعلان رئيس المجمع، وبيقوم بجولاته الداخلية بمبنى استقراض كافة التراخيص، وأيضا بيؤكد على سير انتظام الدورة المستندية، وبيشمل مجمع التراخيص وحدة فحص فني ووحدة استقراض تراخيص القيادة الملاكي وأيضا الموتوسيكل و كذلك الوحدة المتطورة للتجديد وتراخيص السيارات. دي من ضمن تطوير 34 وحدة ترخيص بالإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وأيضا بيؤكد على سير انتظام الحالة أو سير انتظام السادة المواطنين وعملية استخراج الرخص على كافة وحدات تراخيص القاهرة السيد العميد عمرو عبد العزيز مدير إدارة التراخيص مرور القاهرة. طب أستاذ محمد، موضوع مهندسين الفحص هل متواجدين بكثافة؟ لأن الواحد لما بيبقى رايح عنده فحص سواء أجرة أو ملاكي بيبقى السنة اللي عنده فحص فيها بتبقى فيها شوية معاناة نتيجة لأنه مفيش يعني مهندسين فحص بكثافة، فبالتالي بيضطر ينزل بينتظر بقى في طوابير وغيره، فهل تم مراعاة هذه النقطة؟ انت حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا. كان الأول عندنا كان عملية الفحص بتستغرق عدة دقائق وبتستغرق معانا وقت، دلوقتي مع تطوير المنظومة وتطوير الأداء الأمني والمنظومة المرورية تحديدا ووحدات الترخيص بتستغرق تحديدا من 4 لـ5 دقائق عملية الفحص الفني من رفع بصمات والتأكيد على كافة محاور أو تحديدا كافة جوانب السيارة خلال الفحص من الشنطة المتعلقة بالقيادة وأيضا من خلال فحص الشاسيه بتستغرق تحديدا من 3 لـ4 دقائق. يمكن عايز أقول لحضرتك عندنا في عدد من المهندسين قائمين على عملية الفحص واعتماد مراجعة الفحص النهائي وعدد من الفنيين لرفع كافة البصمات السيارة والتأكد من بصمات السيارة في خلال دقائق حتى لا تستغرق عملية وقت، وعملية أيضا استخراج الرخصة ما تستغرقش ما تاخدش معانا وقت كافي. وعايز أقول لحضرتك برضو إن عملية الفحص دلوقتي هي كل المشكلة إن بيبقى فيه عدد من وحدات التراخيص بتبقى عملية أو دخول السيارة بيبقى تراكم السيارات وانتظار السيارات أو انتظار عدد من السيارات بيؤدي لكثافات في هذه المنطقة أو تحديدا في محيط وحدة التراخيص، ده تم الانتهاء منه تماما، وإن كل سيارة دلوقتي بيتم فحصها أول بأول وفي خلال دقائق معدودة. هايل، أنا بشكرك شكرا أستاذ محمد وبحييك على هذه التغطية الشاملة الكاملة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. برضو خلينا نقول إحقاقا للحق، يعني أنا دايما بفضل جدا ثقافة الثناء والشكر، وقد إيه إنه اللي يعمل حاجة كويسة نقول له أحسنت. خلينا نقول ان الهيئه العامه للخدمات المروريه عموما بشكل عام تطور ادائها بشكل كبير جدا، مش بس في خدمات الملاكي وكمان في خدمات الاجره، حتى خدمات الدراجات البخاريه. كنا زمان لما بنروح اي وحده ترخيص ايا كانت بصراحه كان بيبقى يوم صعب، سواء اللي بيرخص كل سنه او 3 سنين بيعاني، ولكن يعني الحقيقه انه في السنين الاخيره القليله الماضيه بقينا نشوف في اهتمام، ما فيش توابير حتى في المخالفات واستخراج شهاده المخالفات وغيره، وموضوع الفحص ده الواحد كان بيعاني. فانا بحييكم ودايما بنستنى منكم المزيد من الخدمات الجيده اللي يستحقها طبعا المواطن المصري. عايز اقول لكم على حاجه تانية بقى للناس اللي هي بتستنى الفحص بتاعها عشان تظبط امورها، زي مثلا انه يكون عندها طفايه حريق او المثلث العاكس او شنطه الاسعافات الاوليه، بجد الحاجات دي مهمه جدا من غير ما يكون عندك فحص، قد ايه ده بيسر عليك لو لا قدر الله العربيه وقفت بيك في اي حته، وسواء ده كان على طريق سريع او غيره. فبالتالي لازم نكون عندنا الحاجات دي كلها في شنطه العربيه بعيدا عن الفحص.